السلام عليكم، عواشركم مباركة، عيد مبارك سعيد. حنا اليوم 12/4/2024، يعني تقريبا ثاني أو ثالث أيام العيد. يعني نبارك العيد لجميع الإخوان والأخوات. دونك أريد في هذه الرسالة يعني تقديم رسالة شكر يعني لبيغو دي ميغراسيون، بيغو بسمة ميغراسيون، الأخت بسمة وجميع الاخوات والاخوان اللي كيشتغلوا معاه في لو بيرو دي ميغراسيون ديالها. درت بغي نقول ليها فوالا راني خديت يعني خديت فيزا، يعني لو دوسي اللي خدمتو معايا فوالا راني خديتها الحمد لله. يعني المجهود ديالكم، المجهود ديالكم في لو سويفي ديال لو دوسي ديالي وهذا ما مشاش شعبة الحمد لله. فوالا يعني الفيزا كندا يعني راهم عطاوني حتى لو موا ديس في 2027، يعني كاع داكشي اللي عندي في الباس عطاوه ليا يعني حتى 2027 في لو موا ديس. دونك مجددا تنبغي نشكر لو بيرو دو ميغراسيون بسمة وجميع الاخوان والاخوات اللي اشتغلوا معاها. داروا معايا ان سويفي ديال لو دوسي، ان سويفي زعما بروفيسيونيل، اي سيغتو لا كومونيكاسيون. الكومونيكاسيون كانت بارفيت صراحة، لأنني ديجا تعاملت مع دي بيغو هنايا أو نيفو ديال المغرب سيرتو في كازا. الكومونيكاسيون كانت كاتاستروفيك صراحة، لأن رغم أنهم حدانا هنا تمشي عندهم مكاينش تواصل، مكاينش دونك ما خدموش معايا لو دوسي مزيان، ما خديت حتى شي حاجة، يعني ما توفقت باش أنني ندير معاهم سميتو. الحمد لله باركونت دخلو بيغو بس مي ميغراسيون شفتهم غير في لوسيس ديالهم في فيسبوك، ولكن الحمد لله كانت الثقة، يعني ناس باينين يعني دي بروفيسيونيل تيخدمو بواحد المهنية وبواحد الثقة. الحمد لله كانت الثقة بيناتنا متبادلة، وتوكلت على الله واشتغلت معاهم، ديت معاهم لو دوسي ديالي الحمد لله. ما تعطلوش ليا مزيان، سمتو بزاف. خديت لو فيزا ديالي، تبعو معايا لو دوسي من لو ديبي حتى لافان، يعني خطوة بخطوة. وأهم حاجة صراحة، أهم حاجة هو التواصل. التواصل كان فريق يعني تتواصل دائما، في ما كان شي جديد تتواصلوا معايا، وفي ما كان عندي شي تساؤل تنسولهم تجاوبوني، ما تتعطيوش عليا صراحة. زعما تنشكرهم شكر جزيل للأخت بسمة ولا الأخت فردوس ولا الأخت نفيسة، كلهم اشتغلت معاهم الحمد لله، داروا معايا يعني سويفي ديال الدوسي مزيان. رغم يعني كنا كنتواصلوا ا ديستونس، يعني ما كانش يعني واحد لو بيغو ديالهم اللي كاين هنا في المغرب، ولكن الحمد لله كاينه الثقه التامه. لذلك انصح الاخوان كاع اللي بغى يخدم لو دوسي ديالو يتعامل مع بيغو باسم ايميغراسيون. الصراحه ناس يعني عندهم كفاءه مهنيه عاليه، وكاين الثقة الحمد لله، كاين الثقة وناس تيخدمو بضمير مهني. كنتمنى لكم التوفيق مرة أخرى، تنشكركم، كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى التوفيق كذلك لجميع الإخوان والأخوات اللي بغاو يديروا أن فيزا فيزيتور كندا ولا فيزا دي ميغراسيون. راه الإخوان والأخوات تيخدموها معاهم. إذا تنعاود نشكركم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.